إذا الوقوف عند عودة ظاهرة الإعدامات الجماعية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. أحكام الإعدام تتزايد في الفترة الأخيرة، ليس بشكل فردي وإنما بشكل جماعي، ولكن إلى أي مدى ترى أن هذه الأحكام تصدر عن محاكمات لا تتوفر فيها معايير العدالة؟ لقد أجمعت المنظمات الدولية المستقلة في كل العالم يوم الرايس ووش وحتى الأمم المتحدة والأمنستي انترناشنال والكثير من المنظمات الدولية أجمعت بأن عمليات التحقيق تتم، يعني إدانة هؤلاء المعتقلين تتم عن طريق انتزاع اعترافات تحت التعذيب وبالإكراه ودون توفير أي أبسط وسائل الحقوق واللي هو حق التوكيل محامي. هذه يعني المنظمات الدولية أجمعت بأن كل هؤلاء الناس تم انتزاع الاعترافات منهم بأبشع أنواع التعذيب ومن خلال التجويع والتجويع حتى الموت والحرمان من 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 أبسط الاحتياجات اللي يحتاجها الإنسان. فهذا يؤكد بأن هؤلاء يعني كلهم في خانة الأبرياء. أستاذ علي، مراقبون يقولون إن موضوع أو حالة الإعدام أو حالات الإعدام هي حالة انتقائية قانونية إن صح التعبير التي يعيشها العراق. هل ما يجري من حالات إعدام بشكل جماعي يكشف حالة الطائفية التي يتحرك في إطارها القضاء في العراق؟ الحقيقة أنها حالة انتقائية، ليست انتقائية وإنما انتقامية. هذه حالة انتقامية تستهدف المعتقلين من أهل السنة حصرا، وهذا أمر لم يعد يعني الحديث به يعني يحتاج مواربة، أمر مكشوف ومعروف. عمليات الإعدام اللي تتم عمليات انتقامية ويتم ربطها في مناسبات ثأرية وانتقامية وغيرها من الأمور. يعني في ذكرى هلاك سليماني يتم إعدام مجموعة، وفي ذكرى هلاك فلان ممن أتى على ظهر دبابات المحتل يتم، وهناك من مات قبل 1200 سنة يتم أيضا. هذه يعني عملية تؤكد على أن هذه الميليشيات وما تسمى بالحكومة العراقية غارقة بالغيبيات والخرافات والأفكار الانتقامية والثأرية، وتترجم هذا العقد والخرافات على معتقلين أبرياء تم اعتقالهم في غفلة من الزمن بسبب ما وصل إلى الحال من كارثة في العراق بسبب الاحتلال الذي أتى هؤلاء على ظهور دباباته. يعني أستاذ علي، هذه الأحكام تنم عن محاكمات غير متسقة مع المواثيق الدولية، هل هذا تفسير ربما يكون أقرب إلى المنطق؟ هذا تفسير أقرب إلى المنطق، يعني هو هذا التفسير المنطقي الوحيد لهذا الأمر. نعم. لأنه يتم في هذه الحفلات لا تسمى محاكمات وإنما حفلات إعدام طائفي تتم فيها عمليات، يعني هتافات طائفية تذكرنا بهتافات الشيوعيين في زمن عبد الكريم قاسم والمحاكم النازية وغيرها. يا سيدي تصور أن ذكرى إعدام النمر في المملكة العربية السعودية يتم إعدام وتعذيب معتقلين في سجون عراقية، علما أن هؤلاء المعتقلين لا يعرفون حتى اسم هذا المعتقل هذا الهالك ولا يعرفون من هو. ولكن أستاذ علي، المنظمات الحقوقية سواء كانت دولية أو محلية وأيضا منظمة هيومن رايتس ووتش لا تنفك تتحدث عن وجود أعداد كبيرة من المحكومين بالإعدام في العراق، ولكن ألا تحرك تلك التقارير المجتمع الدولي؟ هذه التقارير يجب أن تصل إلى الجهات التنفيذية. الجهات التنفيذية بالعراق متمثلة في الحكومة، متورطة ومشتركة في كل جريمة تحدث في هذه السجون، لأن من يدير هذه السجون ومن يعتقل هؤلاء ومن يلقي القبض عليهم ومن يعمل كمخبر سري للإيقاع بهم كلهم ممثلين من تلك الحكومة.
تبقى الأمر الآخر، الجهة التي ممكن أن تتحرك في هذا هي الأمم المتحدة، وبالتحديد قسم حقوق الإنسان وبرنامج اليونامي. لكن للأسف أن هذه المنظمة وتقارير الجارديان كشفت أخيرا حقيقة هذه المنظمة في العراق، وحقيقة أنها خانت الأمانة التي اؤتمنت عليها في العراق. وبدل يعني تسمية برنامج الأمم المتحدة في العراق لمساعدة الشعب العراقي، في حين هذا البرنامج تحول إلى برنامج لمساعدة الميليشيات وحكومتها. ولكن أستاذ علي، هل يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس نوعاً من الضغط على الحكومة لوقف المجازر المتخفية بلباس القانون؟ هل باستطاعته ذلك؟ نعم باستطاعته، ونحن نعمل على ذلك من خلال الكتابة للجهات والمنظمات الدولية. لا ينفع الحديث مع هيئة تابعة للبرلمان مكونة من أحزاب أو منظمة في العراق تقع تحت رحمة الميليشيات، ومجرد ذكر كلمة بها يتم في اليوم الثاني مطاردتهم واغتيالهم. يجب أن ننفتح على العالم ونتواصل مع المنظمات الدولية، ونكثر من التواصل مع المنظمات الدولية، ونصر على أنه العراق بحاجة إلى مقرر خاص من الأمم المتحدة متخصص في قضايا المعتقلين لفتح هذا الملف الكارثي في العراق. أستاذ علي، أغلب دول العالم تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بينما تتضاعف أعداد المحكومين بالإعدام في العراق. هل تعتقد أن القضاء ربما أصبح أداة عقابية بيد السياسيين في جريمة تطهير عرقي بامتياز؟ نعم، القضاء أصبح وسيلة، يعني وسيلة انتقامية بيد ناس مجرمين وقتلة وميليشيات طائفية، أثبت العالم الآن ولو متأخرا بأنها ميليشيات مجرمة ولا تنتمي للعراق. هذه هي المشكلة، وأنا من الموقعين على قانون، يعني على الإعلان الدولي لإيقاف الإعدام. والمشكلة أنه يعني من العراق قل موقعين، أنا وجلال الطلباني أيضا كان موقع، وهذه الرئاسات العراقية الآن تتحمل جريمة كبيرة، لأنه أي عملية إعدام، وأنا أشرت في بيان قبل 3 أيام في هذا الأمر، نداء استغاثة باسم جمعيتنا، وجهت بأن هذه الإعدامات لا تتم إلا بتوقيع رئيس الجمهورية. ورؤساء الجمهوريات في العراق الآن أصبحوا أكثر رؤساء العالم يوقعون على جرائم الإعدام. أستاذ علي، وأنت تعيش في برلين، هل المجتمع الدولي على دراية بما يحدث في العراق من عمليات إعدام جماعي؟ نعم، المجتمع الدولي على دراية، وعلينا أن نبقى نتحرك ونكافح من أجل هذا الأمر، لأن هذا الأمر كارثة وسوف تنتج عنه كوارث مستقبلية. وهذا الأمر يعتبر الآن يعني وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لا يتابع حقيقة الأوضاع ما تجري في العراق، لسبب واحد، أن المتسبب بهذه الكوارث هي أمريكا وأعوانها التي سلمت، أمريكا التي سلمت العراق لهؤلاء الناس الذي لا ينتمون للعراق. عبر سكان من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.